إذن مشاهدينا، نوه بهذه العواجل. وفقا للإعلام الإسرائيلي، سفارة إنذار في الجولان الجنوبي مع الاشتباه باختراق مسيرة. أيضا حزب الله يعلن عن استهدافه لقاعدتي دادو وعتليت في صفد وحيفا. أيضا كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر غربية وإقليمية أن إيران تتوسط في محادثات سرية جارية بين روسيا والحوثيين لتزويدهم بصواريخ مضادة للسفن. رويترز أوضحت أن روسيا لم تقرر بعد نقل صواريخ ياخونت المعروفة أيضا باسم B-800 أونيكس، والتي قال خبراء أنها ستسمح للحوثيين بضرب السفن التجارية في البحر الأحمر بدقة أكبر وزيادة التهديد للسفن الحربية الأمريكية والأوروبية التي تحمي السفن التجارية. إلى ذلك، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران تواصل تطوير برنامج نووي على نحو منتظم، مشيرا إلى أن أي محادثات نووية مستقبلية مع إيران ستكون مختلفة عن الاتفاق النووي للعام 2015. غروسي قال أنه توجد ضرورة للبدء في الأعداد الآن لمفاوضات مستقبلية محتملة بين الغرب وإيران، ملاحظا أن هناك رغبة من المسؤولين الإيرانيين لمعاودة الانخراط في المفاوضات بطريقة أكثر جدية.